نحن من نازحين من عفرين من بيركين مقيم سردم. وضع المعيشي صعب صاير مشان أزمة المازوت والغاز يعني وضع صعب صعب بالمرة، ولازم يعني من دولة سورية عنا الطريق والطرقات ومشان يرجع للعالم كتير، هون صعب صار وضع صعب كتير. أنا واحد الناس من هالشعب النازح بالمخيم، لا في مازوت لا في بنزين لا في حليب، هالولاد أطفال صغار شو بده يعملوا؟ ليش عم يعملوا فينا هالشي هاي؟ نحن بدنا من سوريا، نحن بدنا من الأمم المتحدة يفك على الحصار عنا، نحن نازحين، الله يرحمنا ويرحم الجميع، ليش عم يعملوا فينا هالشي هاي؟ نحن هون ساكنين بالمخيمات طبعا، مثل ما بتعرفوا نحن صرنا 5 سنين نازحين وجايين على المخيمات، رغم كل هالقصف اللي عم يتجي علينا الدولة التركية اللي بالقوة طلعتنا من الأراضينا وخلتنا نهجر ونجي على منطقة شهبة، ورغم كل هالشي رغم كل هالقذف وبجانبها يعني صار علينا حصار كمان.